الوقف اليتيم في مكة أجر عظيم جدا، 300 ريال تقدر تدرس اليتيم وتعلمه أشياء كثير جدا. 300 ريال ولا تراها مقتصرة على 300 ريال، لكن السهم الواحد ب 300 تقدر تبرع ريال 10 50 100 بالشيء اللي تقدر عليه. السهم الواحد 300 تكفله مدى الحياة، فشيء عظيم جدا. بالضبط، هذه ان شاء الله مبادرتنا ان شاء الله باذن الله اليوم على الطريقه هذه. والف والف شكر لكم ان شاء الله، وفيها ان شاء الله تامين طبي. الله يبيض وجهك يا عزيز ويرحم والديك. ابو حسن كان يوم من الايام متسابق في احدى البرامج، واعتقد ان كل انسان وضع له اثر او كان له سيره طيبه ان القناه مشرعه ابوابها له. وبمثل ابو حسن شوف جانا كضيف وهو راعي محل، في نفس اللحظه عاش الريالتي معنا، ولو ما انه له اثر طيب ووقع طيب عند القناه وعند المتلقي ممكن يستقبل كضيف. الله يسر عليك، فهنيئا لنا فيك ابو حسن، والله يحييك تحيات المطر. وهذا لنا رساله لنا جميعا للمستقبل، ان يوم من الايام بنكون مثل ابو حسن ان شاء الله. الله يحييك ابو حسن، طول عمرك الله يطول عمرك. ليتنا كنا طيبين معاه شوي، رفعنا ثقلوه. والله ما ثقلوه، هم دارين اني ماني ضايق واني خير. يا سلام والله.